I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. السلام عليكم مشاهدي الكرام، ان شاء الله تكونوا بخير الف خير ان شاء الله يا ربي. كنتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، باش ما تمنيتو ان شاء الله يسقط ليكم يا ربي امين. غندير معكم اليوم الخبز ديال الشحمه، غندير معكم المقادير طريقه تحضير. عندنا هنايا كيلو ديال دقيق، ها هو غربلتو رديتو الساشي، نص زلافة صغيرة هكا ديال فينو، كاين اللي كيقول ليه الفينو، كاين اللي كيقول ليه سميدة رقيقة، الواحد اش كيقول ليه. واللي بغى يدير نص بالنص يدير. عندينا شويه ديال الخميره، كتروهاش بزاف على حسب الجو. عندنا هنايا شويه ديال الملح، كنعجنوه بالماء دافي، عجينة ديال الخبز. صافي غادي نخلطو كلشي بشويه، بسم الله على بركه الله. كنديرو الماء بشويه بشويه، غادي نجمعوا العجينه كامله ان شاء الله، غادي نعجنوها ونتلاقاو بعد ما نجمعوها. راه ما غادي نزيدوها لا دقيق لا حتى شي حاجه، راه الماء ديال غادي نزيد ليها شويه ديال الماء وغادي نعجنها. وانتو تشوفوا كي غتجي راه كتجمع وتولي قاصحه. دابا غادي نجمعوها ان شاء الله ونتلاقاو. ها هي بعد ما جمعناها كندلكوها شويه نيت، كتجي بحال هكا مقاسحه ما جاريه، هانتوما رطبه هانتوما كتشوفوا. بعد ما دلكناها كندلكوها شويه صافي، وكن نديرو نغطيوها نخليوها شويه ترتاح. دابا نطلقوا الحشوه ديالنا. هنا المقادير، عندنا شويه ديال الكفته، واحد كل واحد يدير واحد 300 غرام هكاك، عندنا هنا فلفله خضراء، فلفله حمراء، شويه ديال البصله، بصله وحده ماشي شويه بصله، كنشلطوها ونطحنوها مع كلشي، واحد فلفله صفراء. عندنا هنايا جوج اربعه خيزوات، عفوا اربعه ديال الكاغوت كنحكوهم في الحكاكه ديال البصله. عندنا هنا شويه ديال البصله الحريف، عندي هنا قيم ثلاثه المعالق ديال كبار ديال قزبر معدنوس، اللي بغى يدير معدنوس ولا قزبر بوحدو يدير. عندي هنا العطريه كامله، عندي هنا الفلفله الحمراء جوج معالقات كبار، عندي البصله اليابسه سكنجبير معلقه صغيره، خرقوم عواد معلقه ونص، هو لما نفع ما كيدرش. عندي البزار معلقه، ملحه معلقه، عندي هنايا داك الكليل الجبل، وهذه البصله كتكون عند عند العرب يابسه كيبيعوها الترك، كمون معلقه،
والكليل الجبل هو ازير، تاهو كنطحنوه مزيان تيجي زوين. عندنا هنايا ديك الكفته راه دورتها شويه في الميكرووند حيت باش ما تجيش في بلاصه وحده، خاصنا اما نديروها في المقله ولا ندورها شويه في الميكرووند باش ما تجيش في بلاصه وحده. دوك غادي نعصروا الماء اللي في هذيك الخضره كامله، وغادي نجمعوا كلشي هاد المواد اللي وريتكم دابا، غادي نجمعوهم وغادي نتلاقاو باش نديروا له العطريه، وغنديروا الكفته وغنديروا كلشي. دابا نحيدوا لها الماء، بعد ما حيدنا الماء غنجمعوا كلشي. بعد ما جمعنا كلشي غنديروا دابا ديك العطريه، هانتوما كتشوفوا كي كتجي، هانتوما كتجي بحال هكا، راه هي مطحونه، راه كتبان لكم هكا. واللي ما بغاش يديرها في الطحانه هذه ديال البلاستيك، راه تي كطحن كلشي، يديرها في الطحانه ديال الضو باش ما يجيش قاصح بزاف يخرج من الخبز. ها هو كي كيجي كيجي بحال هكا. دابا غادي نديروا ديك العطريه هانتوما، ونديروا الزيت، شويه ديال الزيت من بعد نكبوا العطريه بعدا، ونخلطوا كل شيء. وما تنساوش هذوك الخزو يكونوا صغار، غنديروا قيم 3 المعالق حتى نص كاس، اللي بغى ليدام بزاف يدير نص كاس. وما تنساوش اللي بغى الحار يدير شويه الهريسه، اللي كياكل الحار راه كيجي زوين في الخبز ديال الشحمه، ويحك شويه ديال الشحمه، الشحمه مكون جريه ويشدها بالحكاكه ديال المطيشه ولا ديال البصله ديك الحكاكه، ويحك شويه باش كتعطي ديك النسمه زوينه. واللي ما قدرش على الشحمه يكتفي عا بالكفته صافي، ودوك 3 المعالق ديال زيت العود. واللي بغى ليدام بزاف وما بغاش يدير الشحمه يدير نص كاس ديال الزيت. دابا غادي نديرو كلشي للعجينه بعد ما جمعنا الحشوه ديالنا، غنديرو كريسات ها هما. غنديرو وحده في قلب وحده بعد ما نعمروها بالحشوه، غندير معاكم الطريقه كامله. دوك غادي نكملو كلشي العجينه وغادي نتلاقاو باش ما نطولش عليكم. بعد ما درنا العجينه كامله خرجت لينا 14 حبه، غادي يخرج هادي 14 غادي نخرجو فيها 7. بعد ما قرصناهم هكا انتما كتشوفوا معايا، غادي نديرو الحشوه ديالنا انتما كتشوفوا، غادي نعمروهم مزيان. ود ما عمرنا ما تخافوش، انتما كتشوفوا العجينه عندنا يا مزيانه. الملحه على حساب الذوق، انا درت معلقه صغيره وكنقال على حساب الذوق صافي. غادي نسدوها مزيان، بعد ما سديناها غادي نسدو الاخرى حتى هي.
غنبقاو على الطريقه هذه حتى كنكملوا كاع الحشوه اللي عندنا. انا وريتكم مزيان واضح وهادشي راه داك العطريه اللي كطيح وداك التوابي هانتوما تشوفوها. غادي نحيدو باش ما يتقبوش لينا. دابا حنا كملنا كامله بعد ما كملنا كلشي الحشوه ديالنا والخبيزات. هذه هي الاخره مبخره كما كنقولوا، انتما كتشوفوا خدات كلشي. دابا غادي نجمعوها ان شاء الله مزيان كما نوريكم الطريقه بحال كما وريتكم جوج اخرين وكملت. انتما كتشوفوا كنجمعوها، تسدوها مزيان من الجناب صافي. وكنحطوهم وكنغطيوهم باش ما كيجيش عليهم هذيك الجلده الفوق، وكنقرصو ونطيبو ما كنخليهمش يخمروا. هما ديجا خامرين، ديجا خلينا العجينه ارتاحت واحد 15 مينوت بين ما حضرنا الحشوه. دابا غادي نقرصو ونطيبو. غادي نشعل على المقله ونقرص. صافي دابا غادي نقرص دابا معكم وحده بين ما سخنات المقله. صافي دابا غادي نجيب نقرصو هذا. صافي غادي دغيا كتقرص بسهوله مع عمرتهم بالزربه كيطيح هذاك ديك الحشوه كطيح مي معليش. دابا انا اللي ما درت قصريه كبيره شويه باش تجي مقرده مزيان، مقرصه مزيان عفوا. دابا غادي نرميوها. بعد ما قرصنا مزيان فوالا نقرصو وحده اخرى. شوفو بعد ما رميتها غادي نقلبها وندير الزيت، ندير واحد شويه ديال الزيت من الفوق الدوره باش تجي محمره من الجناب. هو كيطيب وكيجي من فوق كيطيب مزيان زعما ما تحتاجوش. بعد ما قرصنا الاخرى بقى نستمر على الطريقه هذه حتى كنكمل الخبيزات كاملين. هانتوما كتشوفوا كتجي منفوخه مهويه من الوسط كيجي زوين بزاف. صافي بعد ما طيبناه درناه في صحن التقديم. هانتوما كتشوفوا معايا غنحل معاكم وحده وراه باقي سخون. يلاه ساليتو المقله هانتوما كتشوفوها الفوار خارج، ودرت معاه براد ديال اتاي. وبالصحه والراحه واللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.